اليوم وزارة العمل هيئة رعاية ذوي الإعاقة إطلاق الدفعة الأولى للمتقدمين بشمول براتب المعين المتفرغ لعام 2019، وحسب توجيهات السيد مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن يكون الصرف الإلكتروني عبر الماستر كي. واليوم بعد استحصال موافقات من قبل السيد النائب كفاءة فرحان بإصدار وإكمال الإجراءات القانونية لإصدار الماستر كي بقدوم اللجنة القانونية من مركز محافظة صلاح الدين إلى قضاء سامراء، وذلك تسهيل الأمر وتخفيف معاناة ذهاب المعوقين والمعين إلى مركز المحافظة. طبعا العدد كبير، العدد بحدود 400 معين، 400 وتقريبا 20 معين مع معاق، يعني العدد 800 يصل إلى 1000. أكيد يعني احنا وفرنا هذه القاعة، افضل ما يذهب انه هناك دائره ما تستوعبهم، لان الدائره اكيد تفتقر الى قاعه، حتى الدائره اللي احنا بها اللجنه في قضاء سامراء ما، فاجرنا قاعه بالتنسيق مع الجهات والمسؤولين في القضاء لاستيعاب اعدادهم، وكذلك مكان مكيف، لكن اجراءات تمشي ان شاء الله. اليوم باقين وياهم حتى بعد انتهاء اوقات الدوام الرسمي الى اكمالهم جميعهم ان شاء الله. طبعا نشكر دائرة الرعاية الاجتماعية على هذه الجهود المبذولة، نشكر أيضا اللجنة القائمة على هذا الشيء، نشكر الست كفاءة لإتاحتها هذه القاعة، يعني بارك الله بها وبجهود أحسن ما نتعنى عناء السفر إلى تكريت، تدري كلها مرضى ومعاقة. أيضا نتمنى من الحكومة المركزية أنه تنظر بحال هالمعاقين، بحال المعين المعاق، يعني عمره 30 سنة و 40 سنة، ولا عنده طفل مريض، أو عنده مريض مقعد بالبيت، يعني ممكن نستضمن من عندهم تحسين الرواتب، قطع أراضي سكنية، ونتمنى من مجلس المحافظة أيضا أن يقوم ببناء في مدينة سامراء مكان للرعاية، لأنه نعاني أكثر مرة روحات وجياتنا التكريت ومتعبة علينا، لأنه إحنا عندنا ويانا مرضى. أنا مواطن، بالنسبة لي أنا مواطن معوق، ونحتاج إلى قاعة للمعوقين، خاصة هالشريعة التعبانة وازدحام كلش، وخلف الله عليهم الموظفين قاعد يشتغلون شغل بما يرضي الله إن شاء الله. طبعا أكيد أحسن ما أروح التكريت، وأنا قاعة قاعد بقاعة مبردة والعمل مستمر والحمد لله والشكر.